معظم مشاكل العلاقات بسبب انه الشخص احيانا ما بيبقالوش كبير ينصحه نصيحه صح. كتير مننا بيحمل مسؤوليه مشاكل كتير في حياته على اهله او ظروف نشاته احيانا. ساعات كلنا نقول كده، لو كانوا اهلي بس عملوا كذا، لو كانوا علموني في المدرسه الفلانيه. اي سيناريو تعبني وانا كبير بفتكر ساعات انه لو كان بس حصل وانا صغير كنت ارتحت. دي طبيعي، وبصراحه هي حقيقه. التربية في سن صغير بتوفر على الشخص وعلى المجتمع كله مصاعب كتير جدا في مشوار الشخص بعد كده. فكل واحد فينا ليه مثل أعلى، وبالمناسبة فكرة المثل الأعلى لطيفة وحلوة وما فيهاش أي مشاكل إننا يبقى عندنا مثل أعلى. بس اللي أنا بكلمكم عنه النهاردة حاجة تانية اسمها الكبير. الكبير غير المثل الأعلى. المثل الأعلى ده واحد بعيد كده معرفوش، يمكن عمري ما هقابله في حياتي، لكن بحبه ومشواره عجبني، بيلهمني في حاجة معينة. فالمثل الأعلى حلو وحاجة لطيفة، ومجتمعنا طول الوقت يقعد يعلمنا ويغلي عندنا الحتة دي. بس خليني كمان أسألك وأقولك، مين كبيرك؟ مين اللي لما بتغلط بترجع له تقول له أنا غلطت فأعمل إيه؟ واللي ملوش كبير علمونا زمان يعمل إيه؟ نشتري له كبير. واللي ملوش كبير في خطر حقيقي كبير. أهم ميزة عند المحامي دايماً القوة والذكاء، ده أهم. فالنهاردة هيحصل خزلان، هيحصل فشل، هيحصل إحباط، أقعد جنبه؟ لا طبعاً، سيبه وكمل شغلي وكمل مذاكرتي وكمل أبحاثي وأفضل واستمر. فلوس مش كل حاجة، مش كل حاجة الفلوس. المهم تكون انت عارف بتعمل ايه. المذاكرة بتجيب فلوس طبعا، بس لازم نطمنهم انها تيجي فلوس. طبعا المذاكرة بتجيب الفلوس، والفلوس يعني الستر. اهم حاجة الستر بتاع ربنا. ولانه حلقة النهاردة بتتكلم عن المحامي، والمحامي ده استاذ الكلام، مش هنعرف نغلبه. الكذبة الاولى لو قال لك انه دي مجرد اجراءات بسيطة، تعرف على طول ان القضيه دي ممكن تاخد سنتين على الاقل. كل الوظائف فعلا اللي اتقابلنا فيها مع حلول تكنولوجيه زيكم كده، لقينا انه وفر لي وقتي فخليني ابقى بنجز افضل، وده اعتقد انه افضل اسرع. تبقى جوده المنتج اللي انا بطلعه نفسه انا كمان بطلعه، وانا قادر اديه الوقت اكتر ما كنت مستعجل. يعني باش مسمعك بتليفون عشان عندي مثلا 20 حد مستنيني اكلمه النهارده بعد ما اخلص المحكمه وانا في المكتب، فبسمع الناس وانا مستعجل بحاول اطلع معلومات بسرعه. لا انا بقى عندي وقت اكتر. حلوة. ان انا اشوف اقرا الملف كامل، اتخيل كل الحلول الممكنه عشان لما اقترحها على العميل يبقى انا شفت الموكل بتاعي، فانا ابقى شفت اديت وقت اكتر ان انا اشوفها. ولانه لا خاب من استشار، فاحنا النهارده سالنا واستشرنا وطلبنا ان يكون لينا حد كبير نعرفه، وقابلنا ناس طورت وغيرت في مهنه المحاماه، ناس بتعمل شغل عالي.